Datang suara, Rusun. شو عم بيصير؟ سيادة المدير عم يهاجمونا. طلع لبرا. مو بس انتو كمان كل مخابرات المنطقة بدهم يعني بيحبوني. فكني وانا بحللك ياها. خلاص بلا حكي. بماتي لما حنقول لك شو بتعملوا بتراس على الباب واذا بيجي الجيش ما بتدخلوا اكيد ما قلت لك كثير حبس معلم راح نضل هون كثير انا باخذ لك زبده سلوال شغل بالك كثير لي فكر شوف الصاحب هذا حاكم حاكم بدي كده مين سيدي تعرضنا لهجوم مراد على مدار سيدي لا تشغل بالك سيدي حاصرنا المحل بسرعة مستحيل انهم يطلعوا من هون معلم اشو جال كتير شو نعمل قلت لي شو نعمل ما رح ندخلهم Come on.